السلام عليكم. أغلبنا يستخدم خرائط جوجل في حياته، لكن اللي ما نعرفه أن أغلبنا ما يستغل معظم مزايا التطبيق. في هذا الفيديو حبينا نعرفكم على أشياء أكثر ونخليكم محترفين في استخدام التطبيق وخرائطه. مثلا تدري أنك تقدر تعرف إذا المكان اللي أنت رايح له زحمة أو لا؟ خلنا نقول أنك ناوي اليوم تروح مكتبة جرير فرع كورنيش خبر مثلا. نبحث عن الموقع في خرائط جوجل، ثم نفتح صفحة الموقع في الخريطة وننزل لأسفلها، بنلاحظ في رسم بياني. هذا الرسم بيعطينا الوقت اللي بيكون فيه الموقع زحمة خلال اليوم، وطبعا كل ما ارتفع العمود كان المكان أزحم. وبكذا تقدر هالمعلومات تساعدنا في تحديد الوقت الأقل زحمة عشان نزور فيه هذا المكان ونقضي أشغالنا. الميزة مش بس بتعلمك الزحمة خلال ساعات معينة، بل خلال الأسبوع كامل، لأن أكيد الزحمة في أيام الأسبوع مش مثل الزحمة في نهاية الأسبوع. وتدري أنك تقدر تشارك موقعك الحالي مع الآخرين حتى وانت تتحرك؟ افتح التطبيق واضغط على النقطة الزرقاء اللي تعبر عن موقعك الحالي، واختار مشاركة موقعي. بيطلع لك خيارين، أنك تشارك لمدة ساعة أو أنك تشارك بشكل مستمر، وتقدر تقفل الخاصية في أي وقت. بعدها اختار الشخص اللي ودك تشارك معه موقعك، وإذا ما كان مستخدم جوجل بيتم إرسال رابط له عشان يعرف مكانك. لكن هل كنت تدري أنك تقدر تستخدم الخرائط بدون اتصال إنترنت؟ هالميزة ضرورية خصوصا لما نسافر، وإذا كان واحد ما يبي يستخدم شريحة البيانات. وعشان تحمل خريطة في أي مكان في العالم اضغط على صورة الشخصية، بعدها اختار الخرائط المتوفرة بلا إنترنت، ثم نضغط على أول خيار تحديد خريطتك. والآن راح يظهر لنا مربع عشان نحدد المكان اللي نبي نحمل خريطته، وتحت المربع راح يعطينا المساحة التخزينية حتى يحفظها في الجهاز. وبعد التحديد نضغط على تنزيل، وبكذا تكون الخريطة جاهزة للاستخدام في أي وقت، ويمكن يطلب منك الجهاز تحدثها في وقت ثاني عشان يتأكد أنها تشمل أحدث البيانات. أما المعلومة التالية، تدري أنك تقدر تستخدم الخريطة عشان تعرف وين وقفت سيارتك؟ الطريقة بسيطة جدا، بعد ما توقف السيارة اضغط على النقطة الزرقاء اللي تمثل موقعك الحالي، واضغط على تعيين مكان وقوف السيارة، وبكذا بيتم حفظ هذا المكان. بتكون هالخاصية مفيدة لك خصوصا لو رايح مكان في مواقف سيارات كبيرة مثل المجمعات التجارية اللي لها بوابات عديدة. وتدري انك تقدر تسمي الاماكن زي ما تحب على الخريطة؟ مش كل مكان بتلقى له اسم على الخريطة، مثلا ودك يطلع لك اسم بيت جدتك وعمك وخالك واستراحة اخوياك وغيرها، لذلك تيح لك خريطة جوجل اضافة اسماء الاماكن. كل اللي عليك تضغط على اي مكان موجود على الخريطة امامك، بعدها تختار ليبل وتختار الاسم اللي تحب، وهالاسم خاص فيك انت فقط وما بيظهر لغيرك، لذلك لا تخاف. الحين تقدر تشوف هالمكان على الخريطة وتطلب منها بعد تدلك على مكانه لو حبيت. وتدري بعد انك تقدر تسوي قائمة بأماكنك المفضلة وتشاركها مع غيرك؟ باختصار لما تختار مكان اضغط على زر حفظ في القائمة السفلية. الآن تقدر تضيفه في قائمة المفضلة أو تسوي قائمة جديدة مثل مطاعم البرجر المفضلة أو أحسن المقاهي. تقدر تخليها قائمة خاصة فيك أنت بس أو تشاركها مع غيرك عن طريق رابط. المعلومة الجاية ذي مهمة جدا، إذا كان عندك أكثر من مشوار تقدر ترتبها عن طريق خرائط جوجل. باختصار اختار وجهتك النهائية في الخريطة، ولما يطلع لك المسار حقها اضغط على النقاط الثلاثة اللي على اليمين فوق، بعدها اضغط على Add Stop، وهنا تقدر تضيف مشوار إضافي، مثلا لو أنك بتمر القهوة على الطريق أو بتمر تاخذ شخص معين. بالتالي كذا جوجل يقدر يحسب لك الوقت اللي بتاخذه في مشوارك الكامل مع الوقفات اللي في الطريق. أتمنى تكونون استفدتوا وصرتوا محترفين أكثر في تطبيق خرائط جوجل. يعطيكم العافية، لا تنسوا تعطونا لايك على الفيديو وشاركوني بالتعليقات إذا كنتوا تعرفون معلومات أكثر نشاركها مع المستخدمين.